السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم متابعين قناة توبسات أحمد أسري. النهاردة هكلمكم عن طريق إضافة تردد زي ألوان. كل الناس بتدور على تردد زي ألوان، النهاردة هقول لكم ازاي تنزل التردد على معظم السيرفرات الاتش دي سواء كبيرة أو ميني بطريقة سهلة وجميلة إن شاء الله هتعجبكم. أتمنى كل اللي يتفرج على الفيديو يشترك في القناة ويدعمنا بلايك. ان شاء الله يبقى الفيديو جميل وهيعجبكم. هسيبكم ان شاء الله مع طريقه التنزيل او الشرح. يا رب الحلقة تعجبكم. ان شاء الله هنعمل لكم حلقة جديدة عن طريق اضافة تردد DMC والزمالك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد ودعمنا بلايك. واللي محتاج اي تعليق عن اي اضافة تردد لاي جهاز يذكر لي نوع الجهاز في تعليق وانا تحت امرك.
وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. كان معاكم أحمد أسري توب سات.